السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. واسمحوا لي في بداية الحلقة أن أرحب بضيوف الكرام الموجودين معايا في الاستوديو. برحب بالداعية الإسلامي فضيلة الشيخ أيمن المصري. أهلا بك يا شيخ أيمن المنور. أهلا بك أستاذ إبراهيم، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. يا أهلا وسهلا. كما أرحب أيضا بسيدة الأعمال البورسعيدية مدام سهير فاضل. أهلا بك يا مدام سهير منوراني. أهلا بك أستاذ إبراهيم، صباح الخير عليك وعلى السادة المشاهدين في مصر والوطن العربي. يا أهلا يا فندم. أهلا بك. صباح الخير مشاهدينا في كل مكان. صباح الحب، صباح الإخلاص، صباح الوفاء، صباح كل شيء جميل يجمعنا وما يفرقناش. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جداً، وهو الأخوة في الإسلام، وحنشوف إحنا وصلنا لحد فين في تعاملات الأخوة مع بعض أو الأخوة مع بعض. النهاردة بنشوف في مجتمعنا حاجات كتير سلبية وحاجات كتير سيئة، تعاملات مع الأصدقاء، تعاملات مع الأبناء، التعاملات مع الأخوة. الأخ والأخ داخل البيت خلاص بقوا منعزلين تماماً. النهاردة بس عايزين نعرف قيمة الأخوة في الإسلام، وإيدنا الإسلامي حس واتكلم في الموضوع ده كتير قوي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وخلوني أبدأ كلامي بالصلاة والسلام على سيدي وسيدك وسيد العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على من علم الدنيا الحب، صلوا على من علم الدنيا السلام، صلوا على من علم الدنيا الحق. وخليني أبدأ مع الشيخ أيمن في بداية حلقتي. الشيخ أيمن، ما هي الأخوة في الله؟ وهل هي من الدين الإسلامي؟ وكيف حسنا الدين الإسلامي على قيمة الأخوة والترابط والأعمال التي تحبب الأخوة ببعض؟ اتفضل يا شيخ أيمن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على من علم الدنيا الأخوة، صلى الله على من علم الدنيا الحق، صلى الله على من علم الدنيا الحب، صلى الله على من علم الدنيا الأخلاق، صلى الله على من علم الدنيا الوفاء، صلى الله على من علم الدنيا الهدى والقرآن، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طبعا انت حضرتك اخترت موضوع جميل جدا. احنا مفتقدين فعلا الأخوة في هذه الأيام، ودي أزمة من الأزمات. تمام. يعني احنا بندور على الأزمات الملموسة اللي فعلا هي أزمة. طبعا اول شيء حضرتك بتسال، عايزين نعرف ايه الاخوه في الله. الاخوه هي رباط ايماني، رباط ايماني بالله، رباط ايماني على منهج الله وعلى سنه سيدنا رسول الله، بيجمع بالحب والاخاء والوفاء بين الناس بعضهم بعض. يعني الاخوه، ان انا احقق الاخوه دي اولا رباط بالله، ودي من الإيمان، لأن الأخوة مرتبطة بالإيمان. الأخوة مرتبطة بالإيمان. تمام. فأي واحد عنده إيمان ما حققش الأخوة يبقى إيمانه ناقص، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بذلك في كتابه العزيز، إنما المؤمنون إخوة. إخوة. تمام. فالعلماء قالوا إيمان، الإيمان لا ينفك عن الأخوة، الأخوة لا تنفك عن الإيمان. فإذا التقيت الأخوة بدون إيمان فاعلم إنها مصالح دنيوية أو منافع من الدنيا. لو مجموعة كده اجتمعوا في أخوة وحب وربط ما بينهم بس ما عندهمش إيمان، اعرف إن الصحبية دي أو الأخوة دي هي أخوة التقاء مصالح فقط. يعني شرط الأخوة يا شيخ أيمن شرط فيها الإيمان؟ طبعا. شوف بقى، الإيمان لا ينفك عن الأخوة، والأخوة لا تنفك عن الإيمان. فإذا وجدت إيمان بغير أخوة، واحد عنده إيمان بقى بيقول أنا مؤمن، أو طبعا عارفين درجة الإيمان، الإسلام عندنا إسلام، إيمان، إحسان، فالإيمان أعلى من الإسلام، الإيمان درجته أعلى من طبعًا الإسلام. فلو أنت محققتش الأخوة اعلم إن إيمانك ناقص. إيمانك ناقص، ما فيش واحد اسمه أنا مؤمن ويترك الناس ولا بيحب يقف مع الناس في فرحهم أو في حزنهم أو بيواسيهم في حياتهم. فلازما عشان تحقق الإيمان يكون عندك أخوة في الله. تمام. إنما المؤمنون إخوة. إخوة إخوة. أدور على أخوي المسلم وأشوفه ودايما أكون جنبه في وقت
وقت حزنه وشدته قبل فرحه. مش في فرحه أبقى حبيبه، وقت الشدة أو وقت ما يحتاجني أتخلى عنه. كتير قوي يا شيخ أيمن نشوف الأفراح بتجمع العدو قبل الحبيب. يعني في الأفراح ما بنقدرش نفرز مين بيحبنا بجد ومين بيحبنا كده مجاملة ورياء. أما المواقف الصعبة والمواقف الجادة والمواقف التي تحتاج للأخ والصديق دائما وأبدا تلاقيهم سراب. يعني بص، طول ما فيش أخوة حقيقية اللي احنا بنقول ايه على منهج الله. انا بحب ابراهيم لله، انا مش مستني منه ولا منتظر منه مصالح ولا اي شيء، لكن انا بحبه في الله. خلي بالك الحب ده من اعظم شيء في الدنيا، والحب ده اللي هيجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرش الملك، لان اللي دايما عايش مع الناس في حب ودايما قريب من الناس، وده اهم شيء. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اهل الجنة ثلاثة، كل مسلم لين قريب سهل. قريب اي لين؟ يعني لين في معاملاته. قريب اي قريب من الناس. سهل يعني سهل في معاملاته. دايما في كل الاوقات بتجده قريب من الناس. مش في الفرح بس، في اي وقت. وزي ما تقول كده الصديق او الاخ فعلا ما بيبقش الا وقت الشده. لا تتفاخر بكثره الاصدقاء ومناصبهم، فالكل زائل. فاحدى عشر اخ لسيدنا يوسف باعوه وتركوه في غيابة الجب، وأخ واحد لسيدنا موسى شد من أزره ووقف في ظهره ودعمه. فالعملية مش عملية بالكثرة. القصة إن فيه نلاقي الصديق الوفي أو الأخ الوفي إن شاء الله. طبعا الأخوة موجودة، احنا ما بنمحيهاش خالص. لا مش بنمحيها، بس هي قلت أو ايوه هي النقطة دي بقى يا شيخ أيمن. فاحنا عايزين نعرف الناس يا جماعة إن الأخوة دي من الإيمان. من الإيمان. مش هينفع يكتمل إيماني إلا لما أحقق الأخوة، أحقق الصحبة. وطبعا احنا عندنا بقى سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا الحب، صلى الله على من علم الدنيا الحق. طبعا هو لو انت جعلت في قلبك حب الناس وهنا في قرب من الناس وألفة، هو ده اللي احنا عايزينه، ده اللي هيدخلك الجنة بسرعة جدا. لكن دلوقتي بنشوف أحوال صعبة، يبقى صاحب مع صاحبه مسافة ما يتفرقوا، أو يبقى قاعدين في مجلس يقوم يمشي صديقه أو أخوه المسلم، تبص تلاقي أخوه المسلم التاني على طول إيه؟ كتير والله يا شيخ أيمن بنسمع كتير. طب هو النبي عمل كده؟ عمرنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم بوخ أحد من أصدقائه أو كتاب أحد أصدقائه، أو يعني ضجر أو يعني احتقر أحد من أصدقائه؟ لا طبعًا. أبدا والله. لا طبعًا. كان بيقول لهم إيه؟ لا تحدثوني عن أصحابي. بيقول لأصحابه أو الناس حبايبه، كل الأخوة كلهم أخوة، لا للنبي صلى الله عليه وسلم. يا قال لا تحدثوني عن أصحابي حتى أخرج إليهم سليم الصدر. هو حد يجي يقول لي حاجه عن واحد من صحابي عشان اخرج لهم ايه سليم الصدر. الله يفتح عليك يا شيخ ايمن، الله يفتح عليك. صلوا على من علم الدنيا الهدى، صلوا على من علم الدنيا الحب، صلوا عليه وسلموا تسليم. اتنقل سريعا بقى لمدام سهير. مدام سهير، هل هناك اخوه حقيقيه موجوده في مجتمعنا الان؟ بالنسبة بقى للإخوة صلة الرحم ولا الإخوة بقى الجيران والأصدقاء؟ صلة الرحم، الأصدقاء، الجيران، يعني الحب والرضا والقناعة. أولاً أستاذ إبراهيم، في ثلاث حاجات ما بيتعوضوش. اتفضل. الأم والأب والإخوات. الزوجة ممكن تتعوض والابن يتعوض، لكن الحاجات دي والفلوس تتعوض والكلام ده، لكن الأم والأب والإخوات دول استحالة يتعوضوا. ففي الزمن اللي احنا فيه للأسف الأخ الوقتي ممكن يبيع أخوه وأخته علشان الفلوس، ودي بتحصل كتير جدا، ويبقى مبسوط ومعاه فلوس كتير جدا، لكن هو مش فارق معاه أخوه أكل ولا ما أكلش. ممكن يبقى عنده عيل فاشل مركبه عربية بمليون جنيه ويروح يعمل حادثة بيها ويقول له ما تزعلش يا حبيبي هجيب لك عربية، وأخوه نايم في البيت مش عارف يأكل ولاده عيش حاف. في إخوات بقى بتبيع الإخوة بسبب الست، يعني في راجل بيبيع اخته واخوه عشان مراته بتقعد توسوس له زي الشيطان كده، تقول له ايه انت اللي تعبت مع الحج وانت اللي عملت الفلوس وانت وانت، ازاي اخواتك ياخدوا؟ لا اخواتك ما ياخدوش فلوس، المفترض الفلوس دي احنا ناخدها. فكده هو باع صله الرحم علشان ست شيطانه.
ودي بتحصل كتير جدا وعن قرب ناس اعرفها كويس جدا حصلت. وفي اخوات للاسف مش شقق، يعني في اخوات بيبقوا مثلا من الاب بس او من الام بس وبيحبوا بعض جدا وبيخافوا على بعض اكتر من الاخوات الشقق. في اخت بقى ما بتحبش الخير لاختها وبيبقى جواها حقد وحقد على اختها، ان اختها مثلا سعيده مع ان دي معاها اولاد ودي معاها اولاد، بس غيرانه من اختها. انا مش عارف يا دكتوره، يعني قبل ما يتجوزوا وهم عايشين في بيت واحد ليهم اب وليهم ام، بيجمعهم الالفه والحب والرضا، بمجرد دي ما تتزوج ودي تتزوج تتبدل القناعات تماما، وتلاقي بقى يتولد من هنا بقى الحقد والغل والكره. ده ابنها عمل، ده ابنها سوى، ده بنتها جابت، ده ابنها ودى. ودايما كده تبص تلاقي لاولادها عايزه تكون افضل من ولاد خالتهم اللي هي اختها. يعني ده طبعا بيحصل كتير. وفي اخوات مترابطين جدا، يعني في اخ بيبقى مبسوط فاتح بيت اخوه ده واخوه ده واخته دي وهو برضا وبحب. وفي اخ بقى زي ما بقول لك كده، لو حتى معاه ملايين مش مهم اخويا بياكل ولا ما بياكلش هو واولاده، مش مهم اختي بتاكل ولا. ناخد المداخله دي يا دكتوره من فضلك. اتفضل. معانا اتصال الست ام عبد الله. اهلا بيك يا ست ام عبد الله، اتفضلي. اهلا بحضرتك يا باشمهندس، ازي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك، اتفضلي يا فندم. باشمهندس ازيك يا شيخ ايمن، ازي حضرتك يا مدام؟ الله يكرمك. الله يخليك. انا بس عايزه اقول حاجه واحده بس هقولها لحضراتكم. النهارده احنا في زمن ما يعلم به الا ربنا. اخوات جوزي احنا عملنا البيت وجوزنا وكبرنا وفي الاخر خالص اننا ما عملناش حاجه وانكرشنا بره البيت واتنسى كل الطيب. فانا مش عارفه اقول ايه، اقول الناس تحذر في معاملتها ولا تتقي ربنا ولا يعني الله اعلم باللي الناس فيه. هو كل الواحد يقدر يقوله كل واحد يتقي ربنا في معاملته، يحط نفسه مكان اللي قدام منه. يعني ست ام عبد الله، خلي عندك يقين في ربنا سبحانه وتعالى، واكيد ربنا في يوم من الايام هيعوضك. ولا تكمن السعادة في المال، يعني اسمعيني بقى عن طريق التلفزيون، لا تكمن السعادة في المال، صدقيني ربنا معوض عليك في حاجات كتير جدا، بس ممكن تكون انت بس شايفة هو الرزق في المال فقط. لكن الرزق في كلمة حلوة، الرزق في نومة جميلة تنامي بدون وجع وبدون ألم. حضرتك بس أطلب منك لو زعلانة من أهل زوجك أو كده، بس زوري المستشفيات وشوفي كم من مريض يتألم، ربنا يعفو عنك يا رب، وربنا يبارك في عمرك وعمر زوجك وعمر اولادك يا رب العالمين. شكرا ست ام عبد الله. شيخ ايمن، هل هناك يعني كيف نحقق الاخوه في الله؟ يعني عايزين نحقق الاخوه ديت زي ما ربنا امرنا بالظبط، نقدر نقول ايه للساده المشاهدين دلوقتي يحققوا به الاخوه؟ الموضوع طبعا عشان نتكلم فيه يعني محتاج وقت طويل، بس عشان احنا زي ما قلنا عشان احقق الاخوه ارجع لديني وسنه نبيي. تمام. انا هقول لك بس على موقف واحد النبي صلى الله عليه وسلم ازاي بيعلمنا الاخوه والمؤاخاه. الموقف كان بين احد المهاجرين واحد الانصار. النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين المهاجرين والانصار. طبعا لما راح ذهب الى المدينه، هاجر الى المدينه، طبعا في مهاجرين بقى رايحين المدينه، فالنبي عايز جايين بقى ما لهم لا مأوى ولا مسكن ولا اي شيء، تركوا اموالهم وحياتهم لمين؟ لله. فالنبي عايز عمل ايه؟ شوف بيعلمنا الاخوه بقى في الله، اخى بين المهاجرين والانصار. تمام. كل واحد يشوف واحد جاي من المهاجرين يتبناه بقى بماله ويعمل له سكن. ركز معايا. تمام يا شيخ. شوف ديننا الجميل وشوف ازاي النبي علمنا الاخوه صلى الله عليه وسلم. من ضمن لما النبي صلى الله عليه وسلم اخى بين المهاجرين والانصار، اخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. سعد بن الربيع كان ثري، عنده أموال، وبعض الرواد عنده زوجتين أو أربعة، يعني في بعض الرواد عنده زوجتين وبعض الرواد أنه متزوج بأربعة. فسعد قال لعبد الرحمن عندي مال، كان أكثر أهل المدينة مالا يعني غني جدا. قال لعبد الرحمن بن عوف سأقسم مالي نصفين. تمام. أنت نص وأنا نصف. ركز معايا قوي، تخيل لما واحد يبقى عنده ثروه هائله ويقول لاخوه المسلم وما يعرفوش جاي بس مهاجر، انت تاخد نص مالي وانا نص. تمام.
وعندي 4 نساء، فانظر إلى أيتهما، بص لهم كده، وأيتهما أقرب إلى نظرك طلقتها لك، إذا كان واحدة أو كان مثلا متزوج 4، ها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها أنت. تخيل، حتى لو اختار المحببة لقلبه يا شيخ، لقلبه هو بيقول له شوف اللي عندي، إذا كان 2 أو 4 اللي تعجبك منهم قول لي بس فلانة أو دي ودي، وأنا أتركهم لك، أطلقهم يعني، ولما تنقضي العدة خلاص بقى أنت تزوجهم. شوف المؤاخاة وصلت لفين، بيؤاخي ازاي بان دي مؤاخاة ايه دي يا شيخ ايمن؟ لا 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 دحيح احنا لو رجعنا ايوه ما هو ده ديننا. لا ما هو اصل انا عايز اقول لك على حاجه يا دكتوره. لا بس مش لدرجه ان انا هطلق لك مراتي المحببه لقلبي عشان انت تتجوزها. لا انا هقول لحضرتك على حاجه بس، النهارده ما يحصلش بسبب بقى العداء والغل والحقد، ومحدش عايز التاني يكون احسن منه، لكن دول تعلموا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت عايزه واحد يا دكتوره اتعلم على ايد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مستغربه عليه هذا العمل، مستغربه ان ابي بكر رضي الله عنه وارضاه تبرع بجميع ماله وهو كان ساري وغني، وعندما ساله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يتبرع بماله علشان رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام وعلشان الدعوه، لكن ما تبرعش بزوجته. لا 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 هو مش تبرع، لا هو مش تبرع او اتنازل عنه، هو اثر على نفسه يا دكتوره، هو اثر على نفسه. وبصي وهنا انكار للذات بقى، تحقيقا لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا هرجع معذره للشيخ ايمن، نكمل حديثنا يا شيخ ايمن. احنا لما نسمع الكلام ده في زماننا ده احنا فعلا لازم الناس تسمع. اكيد يا شيخ ايمن احنا ما نزعلش ابدا، بس هو ده ديننا. الناس دي عرفت حقيقه الدنيا، تمام، ان الدنيا فانيه، صح، ومتاع الدنيا فاني، صح. ايا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. انسيت لقاء الله، انسيت لقاء الله واللحد والثرى، هتسيب كل مالك، اخرتك هتدفن في التراب. خدت حاجه من عقب الملك؟ لا طبعا. ها أي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا والموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى، أي في الدنيا، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، أي يوم القيامة، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، ولا يبقى إلا الذنوب والمعاصي كما هي. فده حال الدنيا، الناس دي عرفت والآخرة خير وأبقى، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هو ده الأسر، هو بيؤثر أخو المسلم على نفسه، صح. هو بيشتري إيه؟ بيشتري الآخرة، صح، بيشتري الجنة. الناس دي عرفت حقيقة الدنيا، ناس فيه وإن متاع الدنيا فاني، فأنت عشان تربطها بالواقع، لا لا الواقع هيقول لك إزاي. لا لا صح، لكن صح. الناس دي النهاردة بقى يعني الجنة. لا النهاردة بقى يا شيخ أيمن لما بتعجبه واحده بيروح يطلقها من جوزها ويقول لها ارفعي خلعي وتعالى اتجوزي كمان. ده احنا بنشوف، هو ده العكس يعني، ده هو ده اللي حاصل يعني، هو ده اللي حاصل. صلوا على من علم الدنيا السلام، صلوا على من علم الدنيا الحب. شكى ابن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابي بكر حينما ياتي الي لا يقرئني السلام. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعاتب ابي بكر، لما يا ابي بكر ليه لما بيأتي عليك سيدنا عمر بن الخطاب ما بتقولوش ازيك او السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقرؤه السلام؟ قال سمعتك يا رسول الله، من بدأ بالسلام بني له قصر في الجنة، وأنا أردت أن يبنى لعمر بن الخطاب قصر في الجنة. شفت الناس دي؟ الناس دي زينا بالظبط، بشر زينا، بس تعلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على من علم الدنيا السلام، صلوا على من علم الدنيا الحب، صلوا على من علم الدنيا الحق. دكتورة، تذكري يعني صديقة دائمة معاكي يعني من قديم الأزل وفضلت معاكي لغاية دلوقتي؟ كتير بصراحة. لا احنا مش عايزين كتير، احنا عايزين صديقة فعلا ما تكونش اختلفت خالص معاها قبل كده. لا ما اختلفناش خالص، دي يعني اكيد لازم نختلف في الطباع شويه، في الاراء، لكن انا ليا واحده صاحبتي معايا من 20 سنه وواحده تانية 13 سنه، ما بنفترقش يعني، وحياتنا تعتبر واحده، واللي بيوجع دي بيوجع دي على طول، ومن غير تمثيل ولا رياء ولا دي محتاجه من طلبت حاجة. منك حاجه مثلا وانت بتحبيها تقدري تهديها لها يا دكتوره؟
ومن غير ما تطلب يعني اكيد. لا احنا افترضنا يعني هي، ما انا هقول لحضرتك اهو يعني ما دام انا بحبها فاكيد انا بحس بصاحبتي وصاحبتي بتحس بيا، يعني احنا كده بنحس ببعض من غير ما حد يطلب حاجه، اللي في ايده حاجه بيعملها للتاني بيعملها على طول ومن غير نقاش وفي هدوء ما بيصيحش. انما احنا عايزين نرجع بقى ايه للاخوات اللي هي بقى اللي بيكرهوا بعض وعايزه اولادها يبقوا احسن من ولاد اختها والكلام دوت. وفي فعلا في الاصدقاء عشان تبقى عارف احسن من الاخت، يعني ممكن تبقى صديقه احسن من الاخت، تحنو وتحبك وتخاف عليك اكتر من اختك طبعا، ودي بتحصل كتير جدا من صديقات من جيران احسن من الاهل. لكن الاخت بقى اللي هي ايه عندها جشع وطمع وعايزه تخرب بيت اختها عشان شايفه ان اختها احسن منها، دي يعني دي ان شاء الله مش هتدخل الجنه، لان ربنا سبحانه وتعالى قال قاطع الرحم لا يدخل الجنه. قاطع الرحم لا يدخل الجنه بعد المداخله دي. اتفضل. معانا الاستاذ تامر غنيم، اهلا بيك يا فندم اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ابراهيم خلف الله الاعلام القدير منورنا والله، انت والشيخ ايمن وكل الضيوف اللي مع حضرتك. ربنا يبارك في عمرك يا رب. اتفضل يا استاذ تامر سامعينك. اقف في مكان في شبكة بس بعد اذنك. طيب عاود الاتصال بينا تاني مجددا، يعني اقف في مكان في شبكة وعاود الاتصال بينا تاني. شكرا مش استمر. يا دكتور. دي بقى برضو بترجع للتربية، ان احيانا الام بتفضل حد من ولادها على حد تاني، حتى في الميراث مثلا لو الاب توفى الاول وهي بقى الام اللي بتبقى متحكمه في كل حاجه، بتبقى عايزه تدي لابنها ده وابنها ده لا، لبنتها دي وبنتها دي لا. فطبيعي لا، بعد ما بيتجوزوا كل واحد بيعيش في مكان مع وسوسه الراجل لمراته، خدي من مامتك اخواتك ما ياخدوش انت اللي تاخدي، والعكس برضو الست اللي بتوسوس لجوزها على طول انت اللي تعبت خد انت، الكلام ده كله دي بتخلي فيه ما عادش في عشره وما عادش في حب بين الاخوات وبيكرهوا بعض. ده هي ممكن تدي لصاحبتها وتصرف على صاحبتها وما تديش لاختها. صحيح، يعني بيحصل كده كتير. ده بتحصل كتير جدا. تدي لصاحبتها، راح تجيب هديه لصاحبتها وتديها فلوس، ولو صاحبتها مزنوقه تسلف صاحبتها الافات، ولو اختها عايزه منها 100 جنيه بس عشان مش لاقيه تاكل ما بترضاش تديها لها. تدي لها ليه بقى 100 جنيه ولا 1000 جنيه؟ وسلف، يعني هي مش هتديها لها صدقه سلف. هي دايما تقول لها انا ما معيش وبتاع، تبعد عنها العين، يعني دائما وابدا يعني تاتي المشاكل من الاقارب يعني، وياتي الحقد والغل. خلينا واقعيين يعني، احنا عايشين في المجتمع وشايفين كل حاجه. دائما وابدا اللي غير منك هو قريبك، هو اخوك، هو ابن عمك، هو ابن عمك. للاسف في الوقت اللي احنا فيه اكتر ناس بتغير منك هي الاخوات. دي حقيقه. وفي اخوات بيقطعوا الرحم سنين بالعشر سنين، وممكن يقطعوا بعض لحد ما ده يموت وده يموت وهم ما يعرفوش بعض، وبيولد الحقد بين العيال. يعني يبقى اولاد خالتي ومش حباهم ومش عايزه اشوفهم، اولاد عمي ومش حباهم ومش عايزه اشوفهم. نشوف بقى في الافراح يا دكتوره، ياخدوا بعضه بالاحضان والبوس ومش عارف ايه، وبعد الفرح ما بيخلص يقعدوا يتكلموا على بعض. دي حقيقه والله. دي العروس وتبقى بنت اختها، تبقى دي العروسه شكلها مش عارف ايه، ده العريس مش عارف ايه، ده العريس احلى منها واهله احسن منها. هنكمل بعد المداخله يا دكتوره. معانا الاستاذ مدحت، اهلا بيك يا فندم اتفضل. صباح الخير. صباح الخير يا فندم اتفضل. بعد اذن حضرتك اتفضل. في تزوير واضح وباين في عقد الشاليه بتاع ابويا، اتغير من والدي لواحد من الورثه. وده عن طريق جمعيه وهي السبب في التزوير. ومعايا كل المستندات والادله. انا اعتقد استاذنا الكريم ان دولتنا دوله مؤسسات ودوله قانون، دوله تحترم مؤسساتها وتحترم دستورها وتحترم قانونها. الجأ سيادتك للمحاكم طالما حضرتك معاك مستندات، وربنا وتأكد كده ان الحق لازم يرجع لاصحابه، واكيد الحق هيرجع في يوم لاصحابه. شكرا كتير لمداخلتك. دكتوره النهارده بس بنشوف يعني دائما الغل والحقد ياتي سريعا من الاقارب. يعني انا مش عارف، يعني احنا بقينا في زمن يعني ربنا يعزك يا رب ويعزنا، دائما تبص للاخ حاقد دايما على اخوه ومش عايز يكون احسن منه، مع ان اخوه لو في الخير يعني المفروض يفرح له. يعني مش فاهم انا الحته دي.
ما انا قلت لحضرتك ان دي بترجع للتربيه وتفضيل الام والاب حد على حد، فبيطلع بقى هو كمان عنده نقص، وبيطلع بقى يعني خلاص عنده حب المال وحب دنيته اكتر من اي حد. يعني ممكن يبقى اخوه مريض ومش عايز يديله فلوس يتعالج، ودي بتحصل كتير وبشوفها والله يا استاذ ابراهيم كل يوم. يبقى واحد مليونير، مش هقول لك بقى حد يعني على قده، ويقول انا اللي عندي يكفيني انا وعيالي، لا، معاه ملايين واخوه تعبان وما معهوش حق الروشتة بتاعت الدكتور، او ما معهوش يروح يجيب العلاج من الصيدليه وما يديلوش الفلوس، مع ان حاجه بسيطه 200 300 جنيه. الله يفتح عليك يا دكتوره. معانا الاستاذه مها، اهلا بيك يا استاذه مها، اتفضلي. الو، صباح الخير يا فندم. صوت اعلي صوتك بس شويه. مساء الخير، دي لسه نايمه. صباح الخير، اعلي صوت حضرتك شويه. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اتفضلي. لو سمحت كنت عايزه اكلم الدكتوره في حاجه. اتفضلي يا فندم، الدكتوره معاكي. بتتكلم عن ان الست بتبقى قاسيه في طبيعتها. طب لو ام قاسيه في طبيعتها واتجوز طفله عندها 12 سنه وفي الاخر ترميها وما تخليش حد يسال فيها، ليها كلام في ايه في كده؟ سامع يا دكتوره؟ ادور عليهم ولا اطلب لها بالرحمه وانا عارفه ان هي ميته ولا ادعي عليها؟ لا طبعا ما تدعيش عليها، لان دي والدتك مهما عملت انت لازم تدعي لها بالرحمه وتسامحيها. ويمكن هي عملت كده، طبعا اللي هي عملته غلط، بس عملت كده تحت ظروف غصب عنها، مش قادره تصرف عليكي، مش قادره تربيكي، خايفه من بكره عليكي، فقالت احطها. انا مش عارفه انت عندك كام سنه، لان زمان قوي كانوا بيجوزوا البنت من 12 و14 سنه. لما تتجوز 12 سنه وتجيب طفل وتتحمل بيه وفي الاخر ياخدوه منها ويحرموها من طفل، وهي تكون فرحانه باول طفل جاي لها في حياتها وترميها وترمي طفلها، تبقى ام. هي والدتك عايشه؟ الله يرحمها، بس ليا خوال وليا اخوات يعني ادعي لها بالرحمه، ادعي لها بالرحمه اولا علشان ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك ويصل لك كل امورك، وسامحيها، لان انت لو ما سامحتهاش هتتعذب. لو هي غلطت الغلطه دي فيكي هتتعذب في مكانها يعني. فانا مش هقول لك غير ادعي لها بالرحمه. الاخوات وما سالوش عليا، اسال عليهم انا؟ لا، هما ما بيسالوش عليكي، اسال عليهم انت مره واثنين وثلاثه. هيرد عليكي فضيله الشيخ ايمن المصري في النقطه دي. وانا بقول لك الام ام، الام ام طبعا مهما عملت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. خلينا نركز في الحته دي قوي. انا بشكرك لمداخلتك استاذه مها. شيخ ايمن، هل هناك قصص عن النبي صلى الله عليه وسلم نربطها بالواقع عن الاخوه واستئصار النفس وانكار الذات بالذات في زمن الصحابه؟ نعم، ده في قصص كثيرة. احنا يا ريت والله، عارف مشكلتنا في الأيام اللي احنا فيها دي ايه؟ مشكلتنا إن احنا بعدنا عن القرآن والسنة. خلينا القرآن بقى محطوط كده في النيش للعرض فقط. اللي حطه على طابلوه السيارة بس عشان يحفظ السيارة. اللي حطه في المكتبة كده بس بيكمل العرض. زي ما بيقول كده للعرض فقط. الناس مش عايزة تقرأ لا في القرآن ولا عايزة تطلع على السنة. ولا تشوف حياه النبي كانت عامله ازاي، فدي المصيبه الطم اللي احنا فيها. هو ده سبب المآسي اللي احنا بنعيشها. لو كل واحد رجع للقران، الايمان بالله وسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله لعيشنا في حياه جميله وسعيده. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم الدنيا باكملها الوفاء، وعلم الدنيا باكملها الاخوه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيحب يجالس اصدقائه، بيحب يجالس اصحابه، يجي يطلع جعان مر عليه وقت ضيق بيطلع ويشوف ويخرج ويشوف ابي بكر، يجد ابو بكر هو كمان جائع ياخده ويروح لعمر، وعمر لعثمان. شوف الاخوه دايما يجلسوا مع بعض كده على جبل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبل اثبت احد فانه عليك نبي وشهيد وصديق وشهيدين او شهيدان. فده جمال الاخوه.
ابدا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم غدر بصديقه ولا غدر بصاحبه ولا ابدا بوخ صاحبه او يعني رفع عليه صوته ولا دجره او استنفر منه؟ ابدا. المسلم اخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه. ها شوف ديننا هو ده الجمال. النبي في قصص كثيره جدا جدا حبب ازاي الصحابه تحب بعض وتخاف على بعض ويجعل ما بينهم الألفة. شفت زي ما قلنا الأخ بين المهاجرين والأنصار وكتير بقى من هؤلاء. هنعرف القصة دي منك بعد المداخلة يا شيخ أيمن. معانا أم سامح، أهلا بيك يا فندم اتفضلي. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال لي شيخ أيمن الله يكرمك يا رب وكل سنة حضراتكم طيبين. ومعاليك طيبة يا فندم اتفضلي. أنا ليا أخويا لما أنا يبقى ليا فلوس عنده بتاعتي وتيجي حد غريب يقول لي اديني 10,000 يديله 10,000 اقول له انا على فلوسي، يقول لي لما اللي سالفها مني يجيبها لي ابقى اديكي. لسه الدكتوره سهير بتتكلم في الموضوع ده والله. هي ايجار ارض دي فلوس. وكاني مدام سهير قاريه الواقع كويس قوي يعني. بس الثاني هيذكر فيه وهيمجد فيه وهيقول ان هو راجل كريم وراجل كويس. بس ده حقي انا اخته وده حقي انا فلوسي. انا عايز اعرف هو ليه الاخ، ليه الناس ما بتراعيش ربنا؟ ليه الناس لما تسجد لله ما تعرفش يعني ايه سجود لله معناه؟ ليه الاخ ما بيتقيش ربنا في اخته؟ ليه يسال على كل الغريب ويتصل بيه وعلى اقرب الناس ليه ما يسالش؟ ام سامح اعتقد ان رسالتك وصلت، شكرا لمداخلتك يا فندم، شكرا وان شاء الله الحق يرجع لاصحابه يعني. قصه بقى مؤثره يا شيخ ايمن عن الاستئصار عن النفس يعني. والله يا ابراهيم في قصص كتير، احنا بس عايزين نعرف اللي بيقطع خوذه من الناس بتقول واللي بيقطع اعز الناس ليه. الاخوه مش 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 في الاخوه اللي من مش على الورق يعني، لا ولا صيد دم. بنتكلم على الاخوه عامه. طبعا الاخوه في كل مكان. مش الشرط اخ بابويا وامي، لا احنا بنتكلم على المجمل. بس يا شيخ ايمن هنا سؤال، لو كان هو مش صالح او معتدل مع اخواته اللي هو ابن ابوه وامه، هيعتدل مع الاخرين يعني؟ ما في حاجه لازم حضرتك تعرفها. الخلاف سنه كونيه، ان انت ليك طباع او ليك راي وانا ليا راي، دي ما فيهاش اي مشكله. الخلاف موجود سنه كونيه. تمام اوكي ما فيش لكن مشكله. لكن اهم حاجه ان انا هو امام الشافعي قال ايه مشكله الخلاف؟ لو تنازل طرف لسقط الخلاف. هو الخلاف يا شيخ ايمن يؤدي الى القطيعه يعني؟ طبعا لا يعني المفروض ما يؤديش للقطيعه يعني. ما هو لا احنا بنتكلم على الواقع. الواقع لكن يعني. في الدين انا لما اختلف معاك في شيء حتى يا اخي لو اختلاف عقائدي انت مش رقيب عليا ولا انا رقيب عليك. صح. انا بنصحك بالحكمه والحب والموده، انصحك بكل كلمه جميله واخد بالك، لكن ما اطعقش. فاحنا عايزين نبقى في ايمان. احنا دلوقتي تلاقي الاخ مع اخوه المسلم ايا كان بقى، اذا كان اخوه ابن امه وابوه، اخوك صاحبه او صديقه في العمل او جاره، ما كل دي اخوه في الله. تمام. ايه مشكلتنا؟ ان لما الواحد بيحصل خلاف تبص تلاقي واحد ده طرف زعل والتاني زعل وتخصمه، هو ده ديننا؟ هو ده دين؟ انت متكبر. ما هو ده بقى الدين بقى، لازم عندي تواضع. حتى يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يبدا بالسلام. صح. لو حصل بينكم خلاف افضل واحد فيكم مين اللي يروح ايه ويعتذر للاخر؟ ده الافضل عند الله تبارك وتعالى. انا عشان الموضوع طويل قوي انا هديك بس قصه جميله قوي. اتفضل يا شيخ. اوريك الصحابه ازاي كانوا بيتعاملوا مع بعض. اتفضل. وكل اخ، كل جار، كل صديق، كل حبيب، كل قريب، شوف ازاي الصحابه كانوا بيتعاملوا، اللي اتعلموا على ايد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مش النبي كان قدوتنا؟ ولقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم. تمام. الاخر. انت عايز تخش الجنه يبقى لازم قدوتك مين؟ النبي. طب والصحابه دول اتعلموا من مين؟ من سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان في مره ابو ذر الغفاري وطلحه وخالد بن الوليد وبلال بن رباح قاعدين في جلسه كده بيعدوا لاحد المعارك، كل واحد بيقول رأيه، خالد بن الوليد بيقول رأيه واخد بالك، وطلحه بيقول رأيه، فأبو ذر بيقول رأيه. فبلال لما أبو ذر قال رأيه قال لا ولكن نفعل كذا وكذا. خلي بالك في خلاف أهو حصل. تمام. أبو ذر بيقول حاجة وبلال بيقول له لا المفروض نعمل كذا أو كذا. فأبو ذر قال لبلال
حتى انت تخطئني يا ابن السوداء. Yeah. وما فيش حتى انت يا ابن السوداء، ان امه قدس لبنان كان حبشي اسود فامه سوداء، فبقول حتى انت تخطئني يا ابن السوداء. خلي بالك هو مش يعني هو امه فعلا سوداء، يعني هو ما يقصدش الايذاء يعني. الله يفتح عليك. سيدنا بلال زعل. طبعا. راح لمين؟ راح لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من علم الدنيا الاخوه، صلى الله على من علم الدنيا الحب، صلى الله عليه وسلم. شوف بقى ازاي المعامله والنبي بيعلمنا. لما بلال قص على النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم برضك يعني حزن لحزن بلال، فابو ذر لما عرف ان النبي وصل الخبر على طول جري على مين؟ على حبيبه، على خليله، على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله. هو حس ان هو وقع في خطأ، اخطأ في حق بلال. فنفس الله قال اعيرته بامه يا ابا ذر، اعيرته بامه يا ابا ذر. انت بتعيره بامه؟ انك امرئ فيك جاهلية. لسه شغل الجاهليه فيك. خلي بالك هو ده بقى الجهل اللي احنا عايشينه. وابو ذر بقدره يعني. فاحنا طبعا احنا ديننا بيعمل مساواه. مفيش حاجه بقى غني فقير. صح. احنا بنحترم بعض. انت غني احترمك، ادي لك مكانتك ومنصبك، انا فقير ايا كان بقى، ده عامل ده فراش، احنا لازم نحترم بعض لان ديننا دين مساواه. لا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى، ولا ابيض ولا اسود الا بالتقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، مش بالمناصب ولا ولا ولا. فسيدنا ابو ذر طبعا حس ان هو اخطا في حق بلال. شوف بقى الجمال، شوف الحلاوه، وشوف الادب، وشوف الخلق. شوف الخلق اللي تربوا عليه على يد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طبعا ابو ذر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لي، يعني انا مش قصدي يا رسول الله، استغفر لي انا يعني اخطأ. فعلى طول سيدنا ابو ذر خرج عشان يدور على مين؟ على بلال بن رباح. عايز يعمل ايه؟ يعتذر له. ده بقى اللي احنا مفتقدينه، لغه الاعتذار. ايا كان يا اخي، حتى لو اخويا مش يعني اخطا فيا، حتى لو المخطئ، ايه المشكله لما ابتدي انا معاه بالسلام، ابتدي معاه بالعذر؟ ما في اشياء ولا بتقلل من شأني، بالعكس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من يبدا بالسلام. هو انت عايز تكون افضل عند الله، ولا يهمك الناس، او يهمك راي اللي انت عامل معاه خلاف، او اخوك المسلم؟ اهم حاجه ربنا. صح. شوف بقى الموقف الجميل ده، ابو ذر عمال يبحث على مين؟ على بلال. اول لما وجد بلال في الطريق عمل ايه ابو ذر؟ نام على الارض وحط خده على التراب. قال يا بلال انت الكريم وانا المهان. انت الكريم وانا المهان. والله يا بلال لن ارفع خدي هذا من على الارض حتى تطأه بقدمك. مش هشيل وشي او وجهي من على الارض الا لما تحط ايه؟ قدمك عليه، عشان انا هنتك، انت الكريم وانا المهان. انت متخيل المنظر عامل ازاي؟ انت متخيل سيدنا بلال راح نزل جاب راس ابو ذر وجهه يعني، فقبل خده وتباكى الاثنين، قعدوا يبكوا وتحاضنا وتعانقا. هو ده الاسلام. تخيل. هو ده الاسلام. شوف لغه الاعتذار بتاعتهم عامله ازاي. ده احنا دلوقتي ممكن بينه وبينه خلاف، ممكن حتى يتحل برساله على الواتس ولا رساله على الماسنجر ولا انا اسف معلش انا كنت مثلا حزين دلوقتي دايما للعتاب والشتيمه بس مش للاسف. معانا اتصال. مدام منال اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. انا منال اسحاق ابراهيم. اهلا. انا يا استاذ ابراهيم، انا تعبانه، عندي فشل كلوي وعندي طفلتين ومطلقه، ونفسي ازرع والله، اعمل عمليه زرع كده، بس بصراحه غاليه عليا خالص، يعني فلوسها كتيره جامد، وانا ما عنديش المقدريه ان انا ندفع الفلوس دي كلها. فبناشد حد يعني يكون سامعني ولا حاجه يساعدني ان انا اعمل العمليه دي. هو حضرتك من محافظه ايه يا استاذه منال، او مكانك فين؟ انا من المنوفيه، مركز تلة. من مركز تلة منوفيه، ميت الكرام. قريه ميت الكرام. يا اهلا وسهلا، ربنا يشفيك ويعافيك يا استاذه منال. يا رب الله يكرمك. والناشد بقى، الناس الرحيمه اللي في قلوبهم رحمه، تبنوا الحاله دي يا جماعه، واتركوا بس تليفونك في الكنترول
وان شاء الله تواصلوا معانا مع رقم البرنامج هيتعرض عليكم قدامكم على الشاشه دلوقتي. حد بقى من اللي في قلوبهم رحمه يعني، سيده مطلقه وعندها طفلين او طفلتين وعايزه تزرع كلى، وانا عارف الحاجات دي يعني بتبقى غاليه ومكلفه شويه، ربنا يشفيك ويعافيك ان شاء الله. اصحاب القلوب الرحيمه انا واثق ان في حد هيتواصل معانا ان شاء الله باذن الله. دكتوره سهير، قبل ما ابدا معاكي بس، الخلاف والشيخ ايمن قال دي سنه كونيه، وانا اعتقد من وجهه نظري ان الخلاف يبنى لسببين فقط ما لهمش ثالث. الناس بتفهم المقاصد غلط، كل واحد يعني يفهم مقصدك في قولك غلط. انا بقول سبب الخلاف هما جملتين او لسببين، مقصود لم يفهم او مفهوم لم يقصد. انا بفهم اللي انت ما قصدتهوش وحضرتك بتقصد اللي انا ما فهمتهوش، وهو ده سبب الخلاف. بمجرد ما باخد منك الكلمتين بقول لا دي كرهاني، دي حقد عليا، دي مش عارف، ما بسالكيش انت قلت، وممكن تكون دي نصيحه ليا وممكن يكون حب بس انا بفهمه غلط من مقصود لم يفهم او مفهوم لم يقصد. النهارده يا دكتوره، هل انتهى زمن الوفاء ما بيننا ولا ما زال موجود؟ يعني الوفاء والحب والخير انتهى في زماننا ده؟ هو موجود بنسبه يعني، ما انتش هتصدق طبعا، لا حسد. والشيخ ايمن ما يقوليش لا، لا حسد، الوفاء موجود بنسبه 10% ما بين الابناء والاباء والاخوات والاصدقاء وكل حاجه موجوده في الكون فيها بشر. ما عادش في وفاء غير 10%. ما عادش بقى الوفاء بتاع زمان ان انا لازم اوفي لصديقي وصديقتي واخويا واختي وابني وخالي وعمي، لا 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 لا. هو راح فين الحب والوفاء يا دكتور؟ كله بيجري ورا المادة وبيلهس ورا المادة، ولو انت معاك فلوس هتلاقي الناس قاعدة تحت رجليك، وانت اول ما تتعذر بس ولا يجيلك ظرف مالي بيبعدوا عنك اميال، خايفين يعدوا من جنبك لحسن انت تشوفهم تسلم عليهم بس مش هتاخد منهم حاجة. الدنيا زائلة. الدنيا زائلة، ويا ريت الناس تعرف كده ان الدنيا زائلة ومحدش هياخد معاه حاجة. وزي ما الشيخ أيمن قال، المفترض إن الناس تحب بعضها، لأن الدنيا في الآخر ولا لها أي لازمة ولا تسوى جناح بعوضة. لكن ما حدش بيعمل للآخرة للأسف. لو الناس بتعمل للآخرة، كان الأخ إدى حق إخواته البنات في الإرث، كان الأخ عاطف على أخوه لما أخوه محتاج حاجة وهو مش عايز يقف جنبه ويديله، كان الأخ لما ليه أخ توفى وسايب 4 أبناء، دي قصة حقيقية، مع إن الأخ دوت مبسوط جدا ويعتبر أكل حق إخواته في الإرث. وأخوه توفى في عز شبابه وسايب 4 أطفال، أصغر واحد فيهم عنده 1.5 سنة والكبير عنده 7 سنين. وبالرغم من كده ما رضاش يقف جنب أولاد أخوه ولا زوجة أخوه ويساعدهم بحاجة. لكن ليه أخ تاني بقى ربنا عطيه، فما بخلش على اولاد اخوه، بيعاملهم احسن من ولاده. ودي قصه حقيقيه والناس قريبه مني جدا. انا اعتقد يعني ان في زماننا هذا يعني الاموال كثيره والخير كثير، بس الناس بتحب تكنز يعني، مش المشكله بس يعني صح يا شيخ ايمن؟ هي المشكله بس يا دكتوره يعني ان كل واحد حابب نفسه زياده عن اللزوم، ومحدش بقى يقدم اخوه عليه يعني، وكله باصص لبعضه يعني، كله باصص للاخر، ده عمل ده سوى انا عايز اعمل، ده ركب كذا انا عايز اركب كذا. والخير كتير احنا لما نرجع من زمن فات يعني نلاقي الحياه كانت ضيقه فعلا عند الناس يعني، بس كان في حب وفي عطاء وفي خير وفي ود وفي رحمه وفي تراحم ما بين الناس كده. اللي تعمل اكله في بيتها لازم تفرق على جيرانها يجمعهم الحب ويجمعهم الاخوه. انا اعتقد النهارده يا دكتوره فعلا زي حضرتك ما قلتي، الاخ يبقى طالع بالفاكهه، ماليش دعوه بقى اولاد اخوه ما عندهم او ما عندهمش، اهم حاجه هو ومراته واولاده. بعد كده بقى اللي ياكل ياكل واللي ما ياكلش ما ياكلش. انا والطوفان من بعد. والله العظيم بجد. ربنا يرحمنا يا دكتوره، ربنا يرحمنا يا رب. مولانا الشيخ ايمن، هل هناك قصص من السلف الصالح ام في عهد النبي فقط؟ في كل زمان وفي كل مكان. بص، الخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن تقوم الساعة، في خير لغاية ما نموت. بس هو يعني احنا بنقول ايه، مع قلة الإيمان وقلة تعاليم السنة
هي دي اللي خلت الناس تفقد الوفاء وتفقد الأخوة. حضرتني قصة جميلة قوي. لحظة يا شيخ أيمن من فضلك معانا مداخلة. بس القصة دي ما مش عايزين لا خليك كده يا شيخ. ربنا سبحانه وتعالى إلهام. حبيبي يا شيخ أيمن ربنا يبارك في عمرك يا رب ويزيدك علما يا رب. معانا أم ملاك من اسكندرية، أهلا بيك يا فندم اتفضلي. أم ملاك اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم. وطي التلفزيون، بص حضرتك وطي التلفزيون خالص او اقفليه واسمعينا من التليفون اتفضلي. اتفضلي يا فندم. انا عندي بس جوزي من شرطه محبوس دلوقتي، الضابط حبسه دلوقتي لي 6 شهور ونص دلوقتي محبوس ما قدرش يطلعوه وعمله. طب يعني انا عايز اسال ايه علاقه برنامجنا يعني بالموضوع اللي حضرتك بتحكيه دوت مع احترام الدين والاخلاق يا استاذ ابراهيم؟ احنا برنامجنا اسمه ازمه اخلاق، احنا مالناش دعوه يا جماعه بالقضايا الخاصه دي، احنا بنتكلم في قضايا عامه. انا بشكرك جدا لمداخلتك يا فندم، شكرا. اتفضل يا شيخ ايمن. حاول برضك تسمع كل المشاهدين يا شيخ ايمن، بس عشان أيوة المشكله ان انا مش فاهم اللغه السعوديه. انا مش فاهم قوي برضو فبس هو وقت البرنامج يا شيخ ايمن سامحنا يعني معذره يعني نعرف الناس والله يا جماعه ان احنا بيبقى غصب عننا، والافضل ان احنا عايزين اللي شارك في صمام الموضوع. ما احنا بنقول كده دايما. فنسال الله يعني ان يرزقنا جميعا يعني الحب والوفاء. القصه بقى دي جميله قوي، قصه عايزين نتعلم بقى ازاي نحقق الاخوه. بالله عليك تركز معايا وكل المشاهدين يعني ركزوا معايا قوي، عشان احنا فعلا افتقدنا الاخوه. والله العظيم احنا بنقاسي في زمان قل فيه الوفاء وقلت فيه الاخوه. من ضمن الازمات اللي بنعيشها وتعبانين منها كل واحد، انت مش نفسك يبقى ليك صديق وافي؟ نفسي يا شيخ ايمن تحكي له على كل اسرار. بس يا اخي لا انا ليا صديق وافي طبعا. هو انت يا شيخ ايمن هتقع فين؟ لا خالص مأزق دلوقتي خالص يا شيخ ايمن. ولا انا مش ربنا يجمعنا على الخير دايما يا شيخ ايمن، يرزقنا الاخلاص ويجمعنا في الجنه يا رب. انا بحبك وانت عارف ان انا بحبك. خلي بالك، عارف لما تحقق الاخوه طبعا اول حاجه يوم القيامه طبعا الناس في كرب عظيم وشده والم وتعب وعطش وجوع، الشمس تدنو من الرؤوس. اول حاجه الله تبارك وتعالى كما اخبر النبي كما عند البخاري في الحديث القدسي، أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم بظل يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابين في الله. القصة بقى سريعة عشان الوقت تقريبا. الوقت خلاص يا شيخ. بعد نصر يعني يا استاذ ابراهيم، الشيخ أيمن ممكن تكلمنا حاجة عن قطع الرحم قبل ما البرنامج يخلص؟ ما هو ده استاذ ابراهيم استاذ نصر دلوقتي بالتليفون عمال يلا. لا هو الوقت خلاص يا شيخ. نقول القصة بس واستاذ نصر يسامحنا في دقيقة أو دقيقتين. سريعا إخوة، كان في رجل ثري بيعمل في المجوهرات، كان عنده ابن، الابن طبعا بقى عايش في رغد ثراء فاحش، ابوه تاجر مجوهرات. الشاب ده كان دايما بيقابل صحابه، كان عنده وافي جدا، بيحب اصدقائه، بيقدم لهم الهدايا، بيقدم لهم كل انواع الاموال، اي مساعده اي خدمات بيقدمها لهم، هو كده طبعه بيحب الناس. فكان بيغمر على كل اصحابه بالخير من جميع انواع اللي انت تتخيله، اللي عايز خدمه، اللي عايز مال، اللي بيجيب له هدايا غاليه وثمينه. المهم والد هذا الشاب توفى، مات. بعد فتره من الزمن افتقرت العائله ابتدت تفتقر. الشاب اصبح خلاص كل المال اللي عنده نفذ، يدور بقى ايه ويفتش في اوراقه القديمه، يشوف بقى اصحابه اللي كان بيودهم، اللي كان بيقدم لهم خدمات. كل ما يعد على واحد والله الظروف الحياة وهم معاهم. إلى أن راح بقى لصديق عمره اللي كان دايما معاه باستمرار، فصديقه قال عرف إن هو ده بقى من أصحاب الأموال الطائلة، فسأل عنه راح له القصر بتاعه، فبيقول لهم أنا فلان الفلاني صديقه وعايز أزوره. فدخلوا أخبروه إن فلان الفلاني يريد إن هو إيه مقابلتك، بس شكله كده فقير. فنظر من ورا الستار عنده من الشباك القصر، ففعلا لقى أخوه المسلم ده اللي كان صاحبه ومعاشره فعلا فقير، بان عليه الفقر جدا. فقال للخدم والناس العمال اللي عنده، أخبروه أني يعني لا أستطيع مقابلة أحد اليوم، أنا عندي يعني مواعيد كثيرة. وبالفعل أخبروه راح مشي. وهو ماشي كان بينه وبين القصر بين قريته مشوار طويل، قابله ثلاثة
معاهم ثلاثة خلاص دخل على القرية بتاعته، فقابل ثلاثة فلاحظ عليهم ان هم غرباء عن البلد. فبيسألوه احنا عايزين فلان وفلان، قال لهم ده والدي بس اتوفى. قالوا ده خليه عندنا امانة قسم من المجوهرات الثمينة وشايلها عندنا، خد مش انت ابنه؟ خد القسم مجوهرات. بعد يومين ثلاثة قابل سيدة يظهر عليها الثراء، فسألته ان هي تشتري مجوهرات ثمينة. بالفعل اشترت منه كل المجوهرات، اصبح غنيا جدا ورجع كالماضي. ثم في يوم بقى من الايام كده اتذكر صاحبه وصاحب عمره، فبعت له رسالة قالوا ايه؟ قال صاحبت قوم لآمن لا وفاء لهم، يدعون بين الورى بالمكر والحيل، كانوا يجلونني منذ كنت رب غني، وحين افلست عدوني من الجهل. طبعا استاذ نصر بيقول لك خلاص نكملها المره القادمه ان شاء الله باذن الله. شيخ ايمن حبيبي الزهري، انا بشكركم كتير. انا بشكر طبعا تشريفك لينا معالي الداعي الاسلامي الشيخ ايمن المصري، كنت معايا يا شيخ ايمن شرفتني. الله يبارك لك يا سويه. كما اشكر ايضا السيده الفاضله دكتوره سوير فاضل، كنت معايا دكتوره شرفتني. ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم. اعزائي المشاهدين، فات معاكم الوقت سريعا، القعده ممتعه مع فضيله الشيخ ايمن المصري ومع دكتوره سوير. على امل ان نلقاكم في الاحد القادم في التاسعه صباحا، انتظرونا ونترككم في رعايه الله وامنه، ان كنا من اهل الارض ومن اهل الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، من برنامجكم ازمه اخلاق.